السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف صحة. جي ندير معاكم واحد الفلون ديال الضياف، كيجي زوين. غنحتاج فيه الحليب اللي النوع ديالو الشرقي، كيجي به زوين. عندي الفلون ديال فاني جوج، عندي الفلون الزرق جوج، وعندي الكريم هذا ديال ليكيد او الكريم دو كويسون، دار فيه ديال الطياب وفيه ديال الباتيسري. المهم كيكون فيه شويه الحلاوه. بالنسبه للحليب هنا هذا فيه 900، ولكن انا غادي نضيف 120 باش نكمل هذاك الليترو. وعندي جوج معالق عامرين ديال مايزينا اولا ديال النشا. هنايا غادي نوجدو بعد الكراميل، غادي ناخدو 150 غرام ديال السكر، غادي نوضعو فوق النار بطبيعة الحال على عافية مهيلة، غير كيبدا يدوب ليا شي شوية كنبدا نحركو بالمعلقة حتى كيولي لي على هاد الشكل هذا. من بعد ما كنحصلوا على الكراميل بهذا الشكل هذا، كنزربوا عليه دغيا، كنديروه في القالب قبل ما يجمد ليكم وصافي، كنحاولوا نوزعوه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للقطر ديال القالب اللي غديروا فيه الفلون، تقريبا هذا فيه 26 من 25 ونص، شويه قريب ل 26. مهم غير باش تعرفوا القياس ديال المول اللي غادي ديروا فيه هاد الوصفه ديال هاد الكراميل. دابا غادي ندوزو نحضروا الفلون كراميل ديالنا. اول حاجه غادي نوضع الحليب، كيف ما قلت لكم هذا فيه 900، انا غادي نوريكم ولكن انا غادي نضيف 120 هكذا باش نكون متاكده انني وضعت ايترو كامل ديك 20، غير الا بقات شي حاجه في القرعه كيف ما تتشوفوا هنايا. دابا غادي نضيف الفلون، هاد الساشيات بجوج، وغادي نضيف عليهم الفلون الزرق حتى هو كذلك، وغادي نضيف جوج معالق تيكونوا عامرين ديال مايزينا اولا نشا الذره، وتنخلط المكونات هما الاولين، عاد غادي نضيف عليهم كريم ليكيد اللي تا هو فيه ايترو. صافي، انا من بعد ما تنتاكد انني خلطت المكونات مزيان، عاد كنضيف الكريم هو الاخر باش كنكون متاكده انني خلطت هذوك المكونات مزيان. يعني غادي نوضع الكميه كلها اللي عندي، يعني ايترو كامل صافي. ومن بعد غادي نوضعه فوق النار، كتكون شويه هادئه يعني خفيفه، وكنستمر في التحريك مده ديال 10 دقائق تقريبا او لا اقل. مهم غير كيبدا يبان لينا تيغلي في الاول، من ورا ديك الغليه تنخليه واحد 5 دقائق، وانا تنحرك يعني كنستمر في التحريك، ما تنحبش صافي. مده 5 دقائق كنحيد الخليط ديالي بطبيعه الحال، وكنوضعو في القالب مباشره، وتنخليه بحراره المطبخ حتى كيدفى كيبرد تماما، وكنغطيه بواحد الفيلم ديال الاليمونطاسيون، وتندخلو للثلاجة ليلة كاملة على حسب نتوما امتى وجدتوه في الليل كتخليوه، وجدتوه في الصباح بكري، مهم عندو 8 سوايع ديالتو خصو يبرد فيها. كنفرغوا بهاد الطريقه هذه، ضروري ما ديروا ليها الطريقه، يعني تجيبوا صفايه من الاحسن باش ما يكونوش فيه شي تكتلات. كيف ما تتشوفوا ان هنايا من بعد ما خليته ليله كامله وبرد على خاطره، كنديروا هاد الطريقه هذه غير باش كنساعد على الديمولاسيون ديالتو. مهم كناخذ اي بلا اولا فين غادي توضعوا الفلون ديالكم،
وصافي هنايا كندير الطريقه دي باش غادي نحيدو. الحمد لله تحيد، غير هو انه وجعني عوج شويه، ما درتوش في الميليو ديال البلا. ايوا المهم كيبقى لكم طريقه التزيين اللي بغيتو. انا هنا درت المونغ، ممكن ديروا الفرومبواز ولا ديروا لي فروي روج اللي عندكم ولا الميغتيل، المهم اللي كاين اللي متوفر. هنا غادي نهرس شويه اللون بوريقه النعناع، وغادي ندير هنايا الكاجو. نتوما اي مكسرات بغيتو ديروا، اللوز ايفيلي تحمرو شي شويه، بغيتو ديروا بيستاش اللي بغيتو، ولا يعني اللوز مهرمش اولا ايفيلي ماشي مشكل. انا هنايا درت الكاجو هرمشتو ودرتو كتزيين الاخير. غادي نقطع هنا واحد المورصو، راه كتجي كريمي وكيجي زوين. جربوه وردوا عليا، ما بقى لي الا نقول لكم مع الف سلامه وبالصحه والراحه. فطوركم وتقبل الله صيامكم ومنا ومن جميع المسلمين صالح اعمال يا ربي. وما تنسوناش من الدعاء في هذه العشر الاواخر اللي كنتمنى تكون يعني عشر الأواخر ديال المغفرة وديال تقبل الأمنيات يا رب، ومع ألف سلامة.